بدأنا هذا المشروع قبل 5 سنوات في عام 2004 بإنشاء محطة تحلية صغيرة بسعة إنتاجية 40 كوب في اليوم. ثم وسعنا هذه المحطة بعد عامين في عام 2006 لتصبح بسعة إنتاجية 160 كوب في اليوم. وحقيقة أن المحطتين لا تفيان بحاجة المواطن الفلسطيني في ذاك الوقت. قمنا أيضا بتوسعة المحطة الأولى لتصبح بسعة إنتاجية 300 كوب في اليوم. والآن إن شاء الله سنقوم بتوسعة هذه المحطة بتمويل كريم من المسلم إيد لتصبح بسعة إنتاجية 500 كوب يوميا، وهذا إن شاء الله سيكون جهد طيب مبارك سيستفيد منه آلاف المواطنين الفلسطينيين بإذن الله عز وجل. لو قارنا الناس قبل محطات التحلية وبعد محطات التحلية، كان الناس أو المواطنون يعانون من أمراض كثيرة، الفشل الكلوي، الحصاز، سوء التركيز عند الأطفال بسبب أن هذه المياه غير صالحة للشرب. الآن جميع قطاع غزة أصبح يستخدم هذه المياه المحلاة للشرب. هناك تحسن ملحوظ وكبير في عدد المصابين بالفشل الكلوي، بالحصى، أيضا سوء التغذية عند الأطفال.